أهلا بكم من جديد لفترة الظهيرة الإخبارية، نستكملها بملف نقاشنا الأول ونخصصه للحديث عن الذكرى 53 لتميم المحروقات. إذن إنجازات محققة ومكتسبات في طريق التغطية. إذن للحديث حول هذا الموضوع يلتحق بنا عبر خدمة سكايب بداية البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف. أهلا بك معنا بروفيسور. أهلا ومرحبا بك يا أستاذة الفاضلة. شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. كذلك يلتحق بنا عبر خدمة الهاتف الأستاذ عبد الكريم معزيب الخبير في الاقتصاد التقوي. أهلا بك معنا دكتور. مرحبا، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. إذن أبدأ هذا النقاش معك بروفيسور فارس هباش. ذكرى 53 لتأميم المحروقات، عفوا، هذا المنعطف التاريخي في تاريخ الاقتصاد الوطني، أهميته اليوم لربما نراها على الميدان مع مرور السنوات. نعم، في البداية دعيني أستاذة فاضلة أتقدم بخالص تهاني دولة وشعبا بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة الذكرى 53 لتأميم المحروقات، وهي ذكرى غالية على كل قلب جزائري وجزائرية. هذا الحدث الذي شكل تحولا مفصليا وتاريخيا في تاريخ الجزائر المستقلة، وهو تأميم ثروات بناء المحروقات الجزائرية. وبالتالي منذ هذه الذكرى الجزائر عرفت أشواطا كبيرة جدا في مجال تطوير الاستكشاف وتطوير الإنتاج وتطوير طرق التسويق بالنسبة للمحروقات. وبالتالي هذه الاستراتيجيات التي تعاقبت عبر العديد من الفترات مكنت الجزائر اليوم أن تكون أحد الأرقام الفاعلة في سوق الطاقة العالمي، سواء بالنسبة للنفط أو بالنسبة للغاز. وبالتالي اليوم لا يمكن الحديث عن سوق الطاقة العالمي وعن أهم مجريات وأهم الفاعلين في هذا السوق دون الحديث عن الجزائر والدور المتنادي والمتعاظم للجزائر في أسواق الطاقة بشتى أنواعها، وخاصة في خضم الأحداث الأخيرة التي أفرزتها الأزمة الجيوسياسية الأوكرانية الروسية، وكذلك الصراعات والتقلبات التي تعرفها منطقة البحر الأحمر والعديد من التقلبات في العديد من العالم، زاد من أهمية الطاقة وزاد من أهمية خاصة الغاز الذي يعتبر أحد أهم الطاقات العصرية النظيفة وأحد أهم مراكز التحول أو الانتقال الطاقة الطاقوي. وبالتالي من هذه الظروف انبثقت وتمكنت الجزائر من تعظيم قوتها ومن موثوقيتها، خاصة أن الجزائر تعتبر على مدار التاريخ دولة موثوقة وآمنة. نعم، بروفيسور فارس هباش يبقى معنا، فقط لبس نشير للخبر الظاهر في شريط الهام أسفل الشاشة. الوزير الأول نذير العرباوي يلقي كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا تأميم المحروقات. إذن رئيس الجمهورية قال بأنه وببالغ الفخر وككل سنة نحيي هذه الذكرى الغالية علينا جميعا، تحل علينا هذه الذكرى والجزائر تعيش تحولا عميقا بعد عملية الإصلاح الشامل. كما كذا رئيس الجمهورية بأنه قد شكل تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين محطة حاسمة في نضال الشعب الجزائري في استعادة حريته من الاستعمار. لباز نشير من جديد لما جاء في كلمة رئيس الجمهورية، الكلمة التي قرأها نيابة عنها الوزير الأول نذير العرباوي من ولاية تيميمون بمناسبة الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و
تأميم المحروقات. إذا رئيس الجمهورية أكد بأن هذه الذكرى تأتي والجزائر تعيش تحولا عميقا بعد عملية الإصلاح الشامل، كما أكد في ذات الرسالة بأن تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين شكل محطة حاسمة في نضال الشعبي الجزائري لاستعادة حريته من الاستعمار. إذن مشاهدينا، نستكمل نقاش هذا الموضوع مع ضيفنا عبر خدمة الهاتف الأستاذ عبد الكريم عزيب الخبير في الاقتصاد الطاقوي. مثلما أشار رئيس الجمهورية هي محطة مهمة في تاريخنا، تحل علينا هذه الذكرى والجزائر تعيش تحول عميق بعد عملية الإصلاح الشامل، وجب ويتعين علينا جميعا الحفاظ على وحدة الصف في عالم مضطرب لمواجهة مختلف التحديات. إذن كما وجه الرئيس بذات المناسبة خالص التقدير لكل العمال والعاملات في شتى الوظائف، هي أهم النقاط التي جاءت في رسالة رئيس الجمهورية قرأها نيابة عنه من ولاية ميمون الوزير الأول نذير العرباوي. إذن محطة تاريخية مهمة أستاذ عزيب، تأميم المحروقات الذي كرس بسط السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، مكسب لربما مهم جدا في تاريخنا الوطني. ما يبرز لربما من هذا المكسب هو شركة سوناتراك والحفاظ على هذه الشركة التي تعد مهمة جدا للشأن الطاقوي في بلادنا وكذا الناحية الاقتصادية. نعم، تعتبر هذه الذكرى ذكرى تأميم المحروقات هي تعتبر من إحدى القرارات الحاسمة في تاريخ الدولة الجزائرية، الذي صادف 24 فبراير من 1971، والذي كانت ثمرت مفاوضات شاقة وعسيرة مع الطرف الفرنسي حتى يعني تمكنت الدولة الجزائرية من الوصول إلى هدفها المشهود في ذات التاريخ. تحرير المحروقات يعتبر هو تحرر من تبعية الاقتصادية للدولة الفرنسية، ويعتبر أيضا هو تكملة لاسترجاع السيادة الاقتصادية تبعا لاسترجاع السيادة الاستقلال، يعتبر استكمال الاستقلال الاقتصادي تبعا للاستقلال السياسي. كما لا يخفى عليكم انه تبع ذلك القرار عده قرارات جات يعني بعد ذلك القرار، على غرار مثلا الامر الذي وقع في 11 افريل 1971 الذي صدر بموجبه قانون المحروقات، والذي يشكل والذي يحدد كيفيه نشاط الشركات الفرنسيه والاجنبيه بصفه عامه في الجزائر. إذن هذه الذكرى هي ذكرى جد مهمه، يعني وكانت هي بدايه تحول اقتصادي وتحول بسط، وكان بموجبها بسط السيطره الجزائريه على المحروقات، ومن ثم انشاء شركه سوناتراك. كانت انشئت شركه سوناتراك في 1963 بغرض نقل وتسويق المحروقات، سوسيتي ناسيونال دو ترانسبور دي كوميرسياليزاسيون دي زيدوكاربير. وبعد ذلك بعد تمام المحروقات بدا سوناتراك في تطور حتى وصلنا اليوم، يعني سوناتراك راهي مجمع كبير جدا ينافس كبار المجمعات البتروليه والغازيه في العالم. يعني سوناتراك اصبحت عندها عده تقوم بعده اشغال وعده استثمارات في جميع المجالات البتروليه والغازيه، وهذا مكسب كبير جدا للجزائر. وايضا يعني بعد ذلك تطور ملحوظ لشركه سوناتراك وللجزائر في مجال الغاز والبترول. اليوم اصبحت الجزائر دوله رائده في مجال الغاز والبترول، وهي تعتبر يعني بالك رابع دوله في العالم من ناحيه الغاز. وياتي هذا الاحتفال اليوم بالذكرى 53 لتأميم المحروقات عشيه تنظيم الجزائر للقمه السابعه للدول المصدره للغاز التي سوف تكون في 29 من شهر فبراير. يعني هذا مكسب كبير جدا للجزائر في يعني تبعني التحولات الاقتصاديه العالميه، وجاء ايضا في ظروف جيوسياسيه جد جد خاصه. اذا اليوم نقولوا بلي هذا التاريخ هو تاريخ جد هام، لازم
لازم نحتفظ به في اذهاننا، ويعتبر هو الامتلاك الحقيقي لتطور في مجال المحروقات والبترول في الجزائر. نعم، إذن هو تاريخ مهم على المستوى التاريخي ومحطة مهمة مثل ما ذكرت في سياق حديثك. وهنا أعود من جديد لضيفي عبر خدمة سكايب الدكتور أو البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف. نتكلم ربما حول الإنجازات المحققة. بروفيسور فارس هباش، هذه الإنجازات لربما المسطرة من خلال شركة سوناتراك، اليوم الجزائر أمام مسعى كبير وهو الحفاظ وتكريس الأمن الطاقوي للبلاد، والأهمية أهمية الشركة وأهمية هذا القطاع تظهر من خلال الميزانية المرصودة للوصول لهذا الهدف. نعم، يبدو بأن هناك مشكل في الصوت. دكتور أو بروفيسور فارس حباش، سنعود إليك من جديد. أعود لضيفي عبر خدمة الهاتف الدكتور عبد الكريم صغيب، الخبير في الاقتصاد الطاقوي. أطرح عليك نفس السؤال أستاذ عزيب. إذن استثمارات وميزانية كبيرة مرصودة لشركة سوناتراك لسنة عام أو لسنة 2026، قيمتها الإجمالية تبلغ 40 مليار دولار، موازاة مع اكتشافات جديدة واستثمارات وطموحات للشركة. لربما هذا الأمر يكرس الوصول للأمن الطاقوي والحفاظ عليه في ظل الرهانات العالمية الحالية. نعم، الجزائر اليوم أصبحت دولة رائدة في ميدان الغاز والبترول والغاز بصفة خاصة. الجزائر أصبحت اليوم شريك موثوق وممول موثوق لعدة بلدان في ضمن السوق العالمية للغاز، وهذا ما يحفز الجزائر على ضخ أموال أيضا كثيرة وضخمة لاستثمارات جديدة، حتى يتمكن لها الحفاظ على الريادة ويمكنها من الحفاظ على المكانة التي تتمتع بها اليوم في السوق العالمية الغازية، بصفتها يعني كما كنا دولة رائدة وممول موثوق للسوق العالمية من ناحية الغاز. أيضا راح يساهم هذا في تحقيق الأمن الطاقوي للجزائر. أيضا عندنا اليوم رانا أمام تحديات جديدة، ألا وهي الاستثمار في الطاقات الجديدة والطاقات النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق وما تبع ذلك. إذا هذا لما نقول الجزائر رصدت المبلغ 40 مليار للاستثمار في مجال الطاقات، هو ما راح يكون بمثابة الأداة وبمثابة الذي يسمح لنا بتحقيق الأمن الطاقوي كما قلنا، ويسمح لنا أيضا بتموقع جيد ورائد في ميدان الطاقة وتصنيع وصناعة إنتاج وصناعة وتصدير الغاز بصفة خاصة. نعم، واضح. أعود من جديد لضيفي عبر خدمة سكايب البروفيسور فارس هباش. نتكلم ربما حول ذات النقطة، الاستثمارات والميزانية المخصصة لشركة سوناتراك، والتي الهدف ربما من خلالها تهدف الشركة من خلالها للمضي في ربما في الأهداف المحققة، وهي تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ عليه في ظل المتغيرات العالمية. نعم، لما نتكلم عن الاستكشافات ونتكلم عن استراتيجية البحث والتطوير التي منذ قانون المحروقات الجديد لسنة 2019 لا يخفى عليه أن قوانين المحروقات مرت بأربع مراحل أساسية، وكانت كل مرحلة لها معالم معينة ولها إضافات معينة لكي تتماشى الشركة ومتطلبات السوق العالمية للطاقة. فكانت هناك قوانين في سنة 1986 ثم 1991 ثم قانون سنة 2009 الذي عدل مرتين.
نعم، ابقى معنا بروفيسور. يبدو بأن مشكلا أو هناك مشكل في الصوت، لا بأس أن نشير من جديد لما جاء في رسالة رئيس الجمهورية والهام الظاهر في الشريط أسفل الشاشة. إذا رئيس الجمهورية يلقي كلمة قرأها نيابة عنها الوزير الأول نذير العرباوي من ولاية تيممون بمناسبة الذكرى المزدوجة المخلدة أو المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا تأميم المحروقات. إذن الرئيس قال في الرسالة بأن هذه الذكرى وإحياؤها هذا العام، هذه الذكرى الغالية علينا جميعا، نحييها ببالغ الفخر. إذن تحل علينا هذه الذكرى والجزائر تعيش تحولاً عميقاً بعد الإصلاح الشامل. الرئيس قال بأن تشكيل أو تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين محطة حاسمة في ظل نضال الشعب الجزائري لاستعادة حريته من الاستعمار، ويتعين علينا جميعاً الحفاظ على وحدة الصف في عالم مضطرب لمواجهة مختلف التحديات. إذن هي أبرز النقاط التي جاءت في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا تأميم المحروقات. أعود من جديد لضيفي عبر خدمة سكايب البروفيسور فارس هباش أستاذ الاقتصاد. كنا نتكلم قبل انقطاع هذا الاتصال بروفيسور حول أهمية الاستثمارات من خلال شركة سوناتراك والميزانية المخصصة، أهمية هذه الاستثمارات من ناحية الوصول للأمن الطاقوي. نعم، لما نتكلم عن أهمية الاستثمارات وعن أهمية البحث والتطوير في مجال النفط والغاز، فإننا نتكلم عن استراتيجية حيوية واستراتيجية يجب أن تعدل باستمرار حسب متطلبات سوق الطاقة العالمي. وربما هذا ما اندمجت وانخرطت فيه شركة سوناتراك، خاصة منذ قانون الجديد للمحروقات لسنة 2019. فقد ربما طورت شركة سوناتراك العديد من الشركات أو العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة لما نتكلم عن مشروع استثماري بين شركة سوناتراك وشركة إيلي الإيطالية وشركة توتال الفرنسية وأوكسيدونتال الأمريكية بقيمة استثمارية قاربت 4 مليار دولار. كما أن شركة سوناتراك خصصت ميزانية للبحث والتطوير في الفترة الممتدة ما بين سنة 2022 وسنة 2026 تقدر ب 40 مليار دولار. وبالتالي فثمار هذه الميزانية وثمار هذه المخصصات المالية الجد معتبرة بدأت تؤتي أكلها. فقد انبثق عن هذه الاستكشافات في مراحلها الأولى حوالي 30 استكشاف جديد، منها 11 استكشاف سيتم مباشرة خلال السنة الجارية والسنة المقبلة. وهذا ما يعزز من إمكانيات الطاقوية بالنسبة للجزائر، وكذلك ما يعزز من مكان الجزائر في سوق الطاقة العالمي خاصة في مجال الغاز. ونحن نعلم أن الجزائر هي دولة غازية أكثر منها دولة نفطية، وبالتالي فالجزائر دائما استمدت موثوقيتها واستمدت تلك الدرجة العالية من الموثوقية في علاقاتها مع جميع شركائها، خاصة دول جنوب القارة الأوروبية التي تمثل الشريك رقم واحد بالنسبة للجزائر، من خلال إيفاء الجزائر دائما بالتزاماتها، من خلال دائما استراتيجية الجزائر ممثلة في الشركة العمومية سوناتراك في البحث والتطوير وتطوير مجالات الإنتاج وقدرات الإنتاج وكذلك القدرات التصديرية، خاصة أن الجزائر كذلك عملت على تطوير البنى التحتية في مجال خاصة النفط والغاز. ولما نتكلم عن الغاز على سبيل المثال نتكلم عن شبكة واسعة جدا ومتطورة من الأنابيب التي
تنقل الغاز الطبيعي مباشرة إلى أوروبا مثل خط أمريكو مارتي أو معبر بطرس ميد الذي يربط الجزائر مع إيطاليا عبر تونس، أو أنبوب ميد غاز الذي يربط الجزائر مع إسبانيا مباشرة بقدرة استيعابية تصل إلى 10 مليار متر مكعب سنويا. والآن الحديث عن إعادة بعث مشروع غازي هذا الأنبوب الحيوي وهذا المشروع الاستراتيجي الذي كذلك بإمكانه أن يعزز الإمكانيات التصديرية للغاز الطبيعي عبر الأنابيب بإيطاليا مرورا بفرنسا، وكذلك إمكانية مروره إلى ألمانيا. والآن نحن نتكلم عن دخول كذلك شريك جديد من أوروبا الغربية ألمانيا للتزود بالغاز الجزائري، خاصة كما أشرت في ظل الظروف الراهنة وفي ظل الأزمة الجيوسياسية وفي ظل تغير خارطة العالم، حيث أصبحت الجزائر مصب اهتمام ليس فقط دول جنوب القارة كشريك تقليدي، ولكن بعض الشركاء الآن أبدوا اهتمامهم بالغاز الجزائري من أوروبا الغربية وكذلك الشرقية. كذلك نتحدث عن مجال الشراكة، نتحدث عن خط الغاز الذي يربط بين نيجيريا والجزائر مرورا بالنيجر، هذا الخط الذي عرف تقدما كبيرا جدا على مستوى البنى التحتية خاصة بالنسبة للجزائر وبالنسبة لنيجيريا. وبالتالي أظن أن قيمة الاستكشاف وطريقة الاستكشافات وكذلك الشراكات التي تقيمها شركة سوناطراك والبحث المستمرة، هذا دائما ما أعطى تلك الموثوقية وما عزز من قدرات الإنتاج الوطني، وبالتالي هذا كله ينخرط في إطار استراتيجية تطوير الأمن القومي الداخلي. بالحديث عن الاستكشافات، الرئيس كشف بأنه تم إنجاز أكثر من 141 بئر استكشافي وإنتاجي في قطاع الطاقة، ربما هو رقم مهم بروفيسور فارس حباش. نعم، رقم وهذا يندرج كما أشرت في إطار الاستراتيجية والرؤى للرؤية الاستشرافية لشركة سوناطراك في مجال البحث والتطوير. ربما هناك بعض الأصوات تقول أن الجزائر عززت وطورت من قدراتها الاستكشافية فقط بعد الأزمة الجيوسياسية وبعد التقلب والتغير الذي عرفه سوق الغاز العالمي وسوق الطاقة بشكل عام، ولكن لو نرجع قليلا إلى الوراء نجد أن الجزائر ومن سنة 2019 باشرت استراتيجية جديدة ترتكز على البحث والتطوير وترتكز على تطوير قدرات الجزائر من حيث الإنتاج وكذلك من حيث قدرات التصدير. نتكلم عن ربما عن العدد الكبير جدا الذي عرفته الجزائر من الاستكشافات، حيث صنفت عدد الاستكشافات في الجزائر في السنة الماضية الرقم الأول عالميا. نتكلم كذلك عن تطوير قدرات الجزائر بالنسبة للغاز المسال من خلال تطوير الموانئ بكل مسكينة وكذلك في المنطقة الغربية وتطوير التخزين. وهذا أجرى أنه الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال الغاز المسال الذي وصل في سنة 2023 إلى حدود 17.5 مليار متر مكعب وبنسبة نمو وصلت إلى 26%، وهي النسبة الأولى من نوعها عربيا وإفريقيا، وهذا رقم كذلك له دلالات مهمة جدا على استراتيجية الاستكشاف والتطوير التي تقوم بها شركة سوناطراك. كذلك لا يخفى علينا أن شركة سوناطراك تحتل المركز الثاني عشر من بين أكبر 15 شركة في العالم، تحتل المرتبة الأولى إفريقيا وتحتل المرتبة الثالثة عربيا، وبالتالي نحن هنا نتكلم عن شركة ذات قدرات عالية جدا من ناحية الإنتاج ومن ناحية البحوث. الجزائر كذلك لها استراتيجية للبحث والتطوير من خلال معهد البترول في الجزائر وما انعقاد المنتدى السابع للدول المصدرة للغاز بالجزائر في 23 من شهر فبراير الداخل، إلا دليل على قوة وأهمية ومكانة الجزائر في سوق الطاقة والغاز العالمي. نعم، نعود من جديد لضيفنا عبر خدمة الهاتف الأستاذ عبد الكريم عزيب. تكلمت في سياق حديثك منذ قليل حول التحديات التي تواجه الجزائر مع كل الإنجازات المحققة. لربما اليوم نحن نحتضن بالتزامن مع هذه الذكرى
في الأيام القادمة نحتضن قمة الغاز. ما هي التحديات التي ستواجه هذه القمة، أو ما هي النقاط التي سيتم تداولها للنقاش خلال هذه القمة؟ نعم، كنا تحتضن الجزائر في الأيام القليلة القادمة القمة السابعة للدول المصدرة للغاز. هذه القمة كانت من قبل عبارة عن منتدى، وهو عبارة عن اجتماعات وزارية، كان يقتصر على اجتماعات وزارية حتى عام 2011 عقدت أول قمة في قطر، واليوم الحمد لله رانا في القمة السابعة في الجزائر. وتأتي هذه القمة في ظروف جد سياسية، يعني جد حساسة وجد خاصة ومعقدة، وأيضا تأتي في وقت وين الجزائر راهي تملك مكانة رائدة في ميدان الغاز كممول موثوق لعدة دول. دونك الجزائر راهي أمام تحديات كبيرة، نقول الجزائر راهي أمام تحديات كبيرة. أيضا القمة في حدثها أو الدول المصدرة للغاز في إطار القمة وفي إطار المنتدى لهم أمام تحديات كبيرة. لا، لماذا؟ لأن هذا المنتدى أصلا وجد للحفاظ على مصالح الدول المصدرة للغاز، وبالتالي المنتدى ينتظره شيء كثير، ينتظره نقاط جد مهمة وجد حساسة، وذلك للحفاظ ولضبط السوق الغازية في العالم، أيضا ضبط الأسعار في السوق العالمية للغاز. وهذا من بين الأهداف المسطرة، الأهداف العامة للمنتدى. ممكن نهضروا نتكلموا على أهداف كما نقولوا جزئية، من بينها يعني راح يتناولوا تطوير وصناعة الغاز في العالم، هذه نقطة جد مهمة تمكن البلدان من تموقع وتموقع يعني والمسك بزمام الأمور في السوق العالمية. أيضا هذا المنتدى راح يكون كمنصة لتعزيز الحوار بين البلدان المصدرة للغاز، وذلك للخروج بآليات وميكانيزمات يعني تسمح بالسيطرة وتسمح بضبط السوق الغازية في العالم. أيضا مستقبل الغاز الطبيعي راهو يعني مستقبل كما نقولوا ظاهر، وهذا ما خاصة أنه يعني كما نقولوا انسورس أو انسورس دي برودكسيون تاع الهيدروجين، والهيدروجين هو طاقة نظيفة وجديدة، يعني العالم كامل راه متجه نحو الهيدروجين. والغاز من بين المصادر اللي من المواد اللي تسمح لنا باش نصنعوا الهيدروجين. إذا استقطاب بين أهداف يكون استقطاب بلدان أخرى للانضمام إلى المنتدى، وذلك من أجل تعزيز القوة والمكانة للمنتدى في السوق العالمية. أيضا في مجال تطوير التكنولوجيا والابتكارات، هذا سوف يكون نقطة جد مهمة في أهداف المنتدى، وهذا كما كل ما نتج عنه نقولوا راح يرسم في هذا المنتدى، راح يرسم إنشاء المعهد الخاص التابع للمنتدى، معهد تطوير التكنولوجيات الصناعية والتكنولوجيات الغازية، والذي سوف يكون مقره في الجزائر، وهذا شرف كبير للجزائر. إذا الهدف العام والإجمالي هو الحفاظ على مصالح الدول المصدرة للغاز. أيضا الهدف المنشود من المنتدى هو أنه المنتدى هذا يجب أن يرقى إلى مستوى منظمة كممثلة للمنظمة الوطنية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. اليوم هو ما زال عبارة عن منتدى أو قمة، ولكن يجب أن يرقى إلى منظمة، ولكن قبل ما يرقى إلى منظمة عالمية للغاز يجب أن يكون ضبط لأسعار وسوق الغازية العالمية. نعم. من طرف بلدان المنتدى. نعم، إذا شكرا لك أستاذ عبد الكريم عزيب الخبير في الاقتصاد التقوي على هذه المداخلة. أعود من جديد إليك بروفيسور فارس هباج أستاذ الاقتصاد بجامعة صيف. تكلم ضيفي منذ لحظات حول ربما التحديات التي ستواجه هذه القمة وسيتم تداولها بمعنى آخر خلال القمة، من بينها ضبط التسعيرة وضبط الأسعار. ما هي، هل توافقه بداية الرأي، وما هي التحديات التي تواجه الجزائر للحفاظ على المكتسبات وتعزيز ما تم تحقيقه؟ نعم، أوافق وأشاطر رأي فيما جاء به ضيفكم الكريم في الكثير من النقاط والكثير من الطروحات فيما يخص الرهانات والتحديات التي يطالع بها
هذا المنتدى الذي سوف تحتضنه الجزائر اليوم. الرهان بالنسبة للغاز هو رهان عالمي كبير جدا. الدراسات تؤكد أن نمو تطور الطلب على الغاز يتطور ب 2% سنويا، ويمكن أن يصل إلى 25% كنسبة نمو للطلب العالمي للغاز سنة 2025. ومن هذا المنطلق أظن أن الطلب المتزايد سوف يشكل ضغوطا كبيرة على الدول المنتجة، وكذلك ضغوطا كبيرة على الدول المصدرة بين تعظيم طاقات الإنتاج والتصدير، وكذلك بين الحفاظ على المقدرات الطاقوية للبلد، وكذلك في إطار احترام مبادئ التنمية المستدامة. لا يخفى عليك الأستاذة الفاضلة، لما نتكلم عن هذا المنتدى فنحن نتكلم عن أهمية استراتيجية كبيرة جدا للدول المشكلة لهذا المنتدى، حيث تشكل فيما بينها أو تمثل فيما بينها تقريبا 72% من احتياطات الغاز العالمي، وتمثل 47% من صادرات الغاز العالمي، كذلك تمثل 40% من الإنتاج العالمي بالنسبة للغاز الطبيعي عبر الأنابيب، وتقريبا 50% من الإنتاج العالمي بالنسبة للغاز المسال. وبالتالي فهذه تركيبة هذه الدول تمثل أهمية جيوستراتيجية في التأثير على سوق الغاز العالمي. ومن ثم فالرهانات بالنسبة لهذا المنتدى وفي ظل الظروف التي يعرفها العالم وفي ظل تغير خارق الطاقة العالمية خاصة بالنسبة للغاز، أظن أن الرهان فطرق الابتكارية وطرق الحديثة وكذلك التشارك فيما يخص تعظيم طاقات الإنتاج سوف يطرح بشكل قوي في هذا المنتدى. كذلك قضية سعر الغاز أو ما يعرف السعر العادل للدول المصدرة وللدول المستوردة سوف يطرح كذلك، ويكون أحد التحديات وأحد النقاشات الموسعة في هذا المنتدى، خاصة أن الغاز في سنواتنا السابقة كان يباع بقيمتنا أقل من قيمته السوقية، وبالتالي كانت الدول المستوردة هي الدول المستفيدة من التسعيرة الضعيفة التي كانت فينا بالنسبة للغاز. ولكن الرهانات الحالية تفرض مزيدا من الطلب، خاصة كما أشرت أن الغاز وبالرغم من أنه طاقة أحفورية ولكنه يعتبر من أنظف الطاقات الأحفورية، ويعتبر نقطة الانعطاف بالنسبة للانتقال الطاقوي. كذلك أظن أن أحد الرهانات وأحد التحديات التي يمكن أن تشكل نقطة انعطاف تاريخية بالنسبة لهذا المنتدى هو الحديث عن محاولة تحويل هذا المنتدى إلى منظمة على شكل منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. وبالتالي إذا تم الاتفاق على تحويل المنتدى إلى منظمة، هذه المنظمة سوف يكون لها الدور الريادي في سوق الغاز العالمي، سوف تكون لها دور الرقابة على مستوى سوق الغاز العالمي، سوف يكون لها دور الإشراف على الأسعار بالنسبة لسوق الغاز العالمي، سوف يكون لها كذلك دور التحكم والتوجيه والتأطير بالنسبة لإنتاج الغاز العالمي، ورسم استراتيجيات على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، وربما وبالتالي أؤكد أن إذا تم الوصول إلى هذه النقاط سوف يكون لها تأثير كبير وكبير جدا على مستوى سوق الغاز العالمي. كذلك أظن من بين الأمور الإيجابية التي يمكن أن نتحدث عليها هو احتضان الجزائر لمعهد أبحاث الغاز، وهذا يؤشر وينم على المكانة الكبيرة جدا التي تتمتع بها الجزائر في السوق العالمي للطاقة، وبالتالي أظن أنه يجب تعظيم المكتسبات من هذا المنتدى الذي سوف ينعقد في الجزائر. أظن أن التحديات كبيرة وكبيرة جدا في المستقبل بالنسبة لسوق الغاز العالمي. نعم، واضح دكتور فارس حباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، شكرا لك على هذه المداخلة.